আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা
اللهم صبر وجوه جميع الكفار والمشركين وبلغ صدورهم وزلزل أحداثهم وحرق بيوتهم ودمر ديارهم يا مثبت الأقدام اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا القرآن اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا القرآن اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا القرآن وقدر إلينا الشرك والكفر والنسيان يا منان يا منان ويا منزل القرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا اللهم تقبل المسجد العاشقين اللهم تقبل المسجد المعروف آمين اللهم تقبل المسجد المعروف اللهم تقبل صلوات المؤمنين المسلمين الذين تصدقوا في سبيلك لدعم المسجد المعروف آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أحسن الخالقين اللهم اكتب قبول الله
Allah. Ya Allah. Sallallahu